فدينا الكرام افكركم بصراحه حلقتنا النهارده اللي قلنا فيه بعد ترأس السيسي للاتحاد الافريقي برايك هل يستمر السيسي بانتهاكاته ضد حقوق الانسان في مصر؟ ده كان سؤالنا. نقرا مع بعض تعليقات حضراتكم. دعاء بتقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو السيسي مش هتفرق معاه لانه سواء ترأس الاتحاد الافريقي ام لا ابو عجله عدو الحريات وبيزيد طغيان وظلم كل يوم وحقوق الانسان في مصر للاطلاع فقط اكتر ولن يوقفه شيء الا الثوره. تمام يا دعاء كلامك مظبوط جدا. ياسر عبد المولى بيقول نعم طبعا هذا الهاشتاج ضد كل الحريات في اي وقت. عندك حق يا ياسر هو احسن حاجه اتقال عليه هاشتاج. ماجده يوسف بتقول لابد من الليل ان ينجلي. ماشي يا استاذه ماجده بس لازم عشان الليل ينجلي احنا كمان يكون لينا دور في انجلاء هذا الليل مش هينجلي لوحده. الضوء الشارد بيقول هيستمر مفيش سبب يخليه يتوقف. عندك حق برضو السبب اللي يخليه يتوقف هو نزول الناس ان هي توقفه عند حد وتقول له توقف ايها القاتل توقف ايها الظالم. زهرة البنفسج اللهم صل على سيدنا محمد هيستمر. السيسي مش بتاع حقوق انسان ده رأي زهرة البنفسج. عندك حق ما هو مش بتاع حقوق انسان ولازم احنا نقول له الكلام ده. سارة مراد بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايوه عادي ربنا صبرنا والله. ام زهره وعبد الله بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق اجمعين. السيسي هيستمر بانتهاكاته لحد الشعب كله فقير وغني ما يدوق من اجرامه ويفوق ويثور عليه. اذا هناك اجماع مشاهدينا الكرام ان عبد الفتاح السيسي هيستمر في الاجرام. طب طالما احنا عندنا القناعات كشعب ومختلف الاطياف بنقول الكلام ده وده رايكم على السوشيال ميديا يبقى اذا لو اتفقنا ان هو هيستمر يبقى لازم لو احنا عندنا من العقل والرجاحه ما يكفي ان احنا لازم نثور على هذا الظالم ونستكمل ثورتنا ونوقفه عند حده ونعرفه ان في شعب بصوته اقوى من جميع الظلمه والجبابره.